النهاردة هنتكلم على جزء جديد في الإنامل، ده الجزء الثالث وهم عبارة عن 4 أجزاء. النهاردة هنتكلم على الإنامل من منظور مش داخلي، مش منظور الهيستولوجي بنسميه بتاعنا. حاجة بنسميها السيرفيس ستراكشرز. المحاضرة اللي فاتت واللي قبليها كنا اتكلمنا عن الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، الإنامل هيستولوجي، وعرفنا حاجات اللي اسمها الام الراد والراد شيث والانتر راد سبستنس، عرفنا الانكريمنتال لاينز بتاعت الانامل اللي هي كانوا 3، الانكريمنتال لاينز اوف ريزياس، الانكريمنتال لاينز اللي هي كروس ستريشن، والنيو نيتال لاينز، وعرفنا في بعض الاستراكشرز المختلفه التانيه زي الانامل سبندل والانامل تافت والانامل لاميلا بانواعها. وجي دور النهارده على السيرفيس ستراكشرز بتاعتنا والايج changes، وهنختم الفيديو الاخير الرابع باللايف سايكل اوف الاميلوبلاست. طيب مبدئيا الانامل هيستولوجي زي ما اتفقنا ان احنا بنشوف حاجات الداخليه اللي جوه السنه اللي جوه الانامل من تحت الميكروسكوب. بنفس الطريقه هشوف لكن على السطح الخارجي، يعني هبص على السطح الخارجي للانامل او الكراون طبعا، وهبص على ايه هي السيرفيس ستراكشرز اللي موجوده فيها، ايه هي الحاجات اللي ممكن اشوفها خارجيا. طيب مبدئيا عشان اشوفها ممكن ساعات بالعين المجرده او ممكن اكبر اعمل شويه ماجنيفيكيشن شويه. طيب عندي ايه؟ عندي بعض الخطوط بسميها بيريكايمات، عندي شويه كونكافيتيز بسميهم نهايات الانامل رود، انامل رود اندز، عندي شقوق او حاجه شبه الكسر اللي بنسميها كراك او اللي احنا خدناه قبل كده اسمها اللاميلا، وعندنا الاول 30 مايكرون في السطح الخارجي من الانامل، هنعرف كمان شويه تفاصيلها، بنسميها رودلس انامل او ستراكشرلس انامل. الحاجه الخامسه عندي غلاف مؤقت بيبقى موجود كده بدري قوي 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 وقت الانامل ما يحصل له ايربشن او وقت الكراون ما يحصل له ايربشن، حاجه بنسميها البرايمري انامل كيوتيكل. واخيرا نمره 6 ممكن نلاقي جزء من السمنتم مغطي او كفرنج الانامل، حاجه بنسميها اي فيبريلر سمنتم. الست حاجات دول هم 6 ستراكشرز موجودين على سطح الانامل: خطوط، كونكافيتيز، كراكس، رودلس انامل، غلاف برايمري انامل كيوتيكل، واخيرا سمنتم بنسميه اي فيبريلر سمنتم. طيب واحده واحده كده نشوف كل واحده معناها ايه وبتيجي منين وشكلها ايه. اول حاجه اسمها غريب شويه اسمها بيري كايماتا. بيري كايماتا ايه؟ بيري كايماتا دي قال لك يا عم باختصار لو جبت كده مثلا بصيت في المرايه وشفت الابر سنترال انسايزر عشان هو بس عريض وباين كده في الوش ونورت عليه كده نور كويس، لو انت صغير في السن واسنانك كويسه هتشوف ان في خطوط زي ما انت كده شايفينها في الصوره، خطوط كتيره ماشيه على سطح الانامل، خطوط كتيره ماشيه على سطح الانامل، وهتكون متركزه اكتر في الجزء اللي في النص ده، الجزء اللي في النص هيبان قوي. ايه الخطوط دي؟ قال لك يا عم ولا حاجه، دي كنا اخدنا حاجه قبل كده اسمها انكريمنتال لاينز اوف ريدزياس. ريدزياس دي كانت الانكريمنتال لاينز للانامل عباره عن البيريودز بتاعه الريست بتاعه الاميلوبلاست. الشكل الخارجي للريدزياس هو ده البيريكايمات، ده الاكسترنال او الاوتر مانيفيستيشن. طب معلش يعني ايه برضو؟ قال لي يا عم بكل بساطه انت لابس بلطو، بلطو ابيض كده وحلو وجميل زي الفل، وحطيت صوابعك تحت البلطو، خارجيا من بره انت مش شايف صوابعك، بس انت شايف ايه؟ انت شايف الاثر او المانيفستيشن بتاعت صوابعك، لكن هي صوابعك نفسها لا، ده الاثر بتاعها. نفس القصه بالظبط، هي الخطوط دي مش الانكريمنتال لاينز نفسها، ده الاثر بتاعها، اصل هي موجوده جوه الانامل وخارجيا باينه من بره، دي اللي بنسميها الاكسترنال او الاوتر مانيفستيشن اوف انكريمنتال لاين اوف ريزياس، ودي اللي هي البيري كايمات. فالبيري كايمات هي مش شخصيا انكريمنتال لاينز، لا هي الاثر بتاعها بنسميها الاكسترنال مانيفستيشن. طب داخليا من جوه عشان نفتكر الشكل ده كان جوه كده، دي كلها انكريمنتال لاينز انكريمنتال لاينز انكريمنتال لاينز، كان شكلها ازاي؟
هي بتبدأ عاملة زي الدوائر، زي الدوائر. بعد كده هنيجي في حتة الدايرة مش بتكمل، أصل السطح خلاص خبطنا فيه. طب هنا الدايرة هتبدأ أهو بس مش تكمل. طب هنفوت دي، هنفوت دي، هنيجي نكملها على الناحية التانية. المقصود، المقصود ايه؟ أي سطح خارجي الانكريمنتال لاين اوف ريدزيس خبط فيه هيبان خارجيا البيريكايمتر، انما الجزء ده، الجزء ده اللي هو الانسايز الادج يعني او الاوكلوزال، هل في باين بيريكايمتر؟ لا، اصل المكان ده الانكريمنتال لاينز اوف ريدزيس بتلف زي السيركل، مش بتخبط بره. طب بتبدا تخبط بره فين؟ بعد الانسايزل وبعد الاوكلوزال ثيرد، يعني في السيرفايكال تو ثيرد بتاعتنا. عشان كده البيريكايميتا لما نتكلم عنها كلوكيشن بنقول ان هي absent في الانسايزل ثيرد او الاوكلوزال ثيرد، وموجوده ومتركزه اكتر في السيرفايكال تو ثيرد اوف ذا توث. وعرفنا ليه؟ علشان الجزء الانسايزل ده مش باين، علشان هنا الانكريمنت لاينز اوف ريزيس عامله زي الدوائر سيركلر ومش خابطه او مش طالعه على السطح الخارجي للانام. ودي برضو منظر تاني دي سنة لسه جديدة اهو، فبين فيها بكل بساطة الانكريمنتال لاينز اوف ريدزيس. وزي ما اتفقنا عند الانسايز الثيرد بتبقى مختفية او مش باينة، واتفقنا وعرفنا ليه. طيب طبعا هي يعني معلومات زيادة نعرفها ان الانكريمنتال البيريكامتا دي كلهم بارل لبعض، كلهم بارل لبعض، وكمان بارل للسمنتو انامل جونكشن، يعني هو تقريبا يعني السيرفايكال لاين بتاعنا، وهي بتلف كده حوالين السنه بتاعتي. وزي ما اتفقنا ان هي مش موجوده على الانسايز الثيرد ولا الثيرد علشان الفكره اللي احنا قلنا عليها دي كلها كانت نمره واحد في الاكسترنال مانيفيست الاوتر سيرفيس ستراكشرز اوف انامل اللي احنا قلنا عليها البيري كايمات. النقطه الثانيه او الحاجه الثانيه عباره عن حاجه زي الديبريشنز كونكافيتيز. ايه الكونكافيتيز دي؟ دي نهايات الرودز، الرود اند. ايه الرود اند ده؟ احنا عرفنا ان الانامل داخليا من جوه عباره عن حاجه كتيره، ملايين موجوده من انامل رودز، مواسير من الانامل بنسميها انامل رودز. لما توصل للاوتر سيرفيس بتاع الانامل بيبان النهايه بتاعتها كده، دي نهايتها، دي نهايه الماسوره، النقطه دي، النقطه دي، كل دي نهايات الماسوره، نهايات الماسوره، نهايه رود اند بنسميها رود اندز. الرود اندز دي يعني بكل بساطه هي نهايات الانامل رودز موجوده على الاوتر سيرفيس. طب وانا ازاي هشوفها؟ ده انا المفروض ان خارجيا كده بره السطح ناعم. قال لك بص الرود اندز دي هتبان لما يحصل اتريشن، لما يحصل شويه تاكل للسطح الخارجي بتاع الانامل، مطرح الاكل والضغط والشرب، لو حصل اتريشن يعني حد كبير شويه في السن هيبتدي يبان نهايات الانامل اللي مسميها الرود اندز. وهي كشكل هي ناحيه الاوكلوزل بتبقى ديب، يعني غويطه كده شويه، نازله ديبريشن باينه شويه، وكل منزل سلفايكر بتبقى مور شالو. يبقى عند الانسايزل والاوكلوزل بتبقى ديب، وكل منزل ناحيه السيرفايكال بارت بتبقى شالو، يعني اقل في الديبريشن بتاعنا. دي كانت اسمها الرود اندز. طب بالنسبه للكراكس او اللاميلا، ودي تالت حاجه عندي، الكراكس او اللاميلا احنا خدناها قبل كده، كلمه لاميلا او كراك يعني في شرخ حصل، زي الصوره دي، صوره ادي كراون وفي شرخ، مش الشرخ ده انا بشوفه خارجيا بدي تعتبر سيرفيس ستراكشر في الانامل. طب الكراك اللي اشوفها دي يعني ممكن تبقى في الانامل ولا في الدنتين؟ والله حسب الكراك، الكراك قويه في الانامل بس، او ممكن تخش جوه في الدنتين، حسب بقى ايه كل واحد والكراك بتاعته، ممكن تبقى قصيره ممكن تبقى طويله زي الصوره دي، كل دي كراك بحالها موجوده على الاوتر سيرفيس. طب يا ترى زي ما هنا قلنا اهو الكراك اهو ممكن يوصل للدنتين او مجرد بس في الانامل، في كل الحالات اسمها لاميلا. طب اللاميلا دي لما اشوفها بره هل هي انامل لاميلا تايب اي ولا بي ولا سي؟ قال لك لا هي بي او سي. واللي فاكر لاميلا تايب بي او سي دي معناها كراك حقيقيه، وده اللي احنا هنشوفه، ودي كراك حقيقيه، الصوره دي دي كراك حقيقيه، ده شرخ حقيقي، مش لون، لا ده شرخ حقيقي. يبقى تايب بي او سي،
واللي فاكر ايه هو الفرق بين تايب بي وتايب سي، الانامل لاميلا تايب بي ده حصل كراك بيفور ايروبشن، او تايب سي ده حصل كراك افتر ايروبشن. في الحالتين سواء بي او سي الكراك دي او الليملة دي ممكن تبان خارجيا من بره، وساعتها دي بنسميها كراك، ودي موجودة على الاوتر سيرفيس اوف ذا انامل. وزي ما قلنا في البيريكايماتا ان هي عبارة عن external manifestation of radius، الكراك دي بتبقى عبارة عن external manifestation of enamel lamella type B or type C. النوع الرابع او الحاجة الرابعة اللي ممكن اشوفها على السطح الخارجي من الانامل حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها rodless enamel او outer structureless enamel، او ممكن كمان اسميها prismless enamel. يعني عايز اقول ايه من الاخر، ان السطح الخارجي خالص من الانامل مفهوش رودز، مفهوش بريزم، مفهوش اي ستراكتشر. الله، امال عبارة عن ايه؟ قالك الجزء الخارجي خالص من الانامل الاوتر 30 مايكرونز، 30 مايكرون مفهومش رودز، الرودز بيجي هنا وما بيكملش، مفهوش الحتة الاخيرة دي. طب امال هي عبارة عن ايه؟ قالك دي هنا تبقى هايبر كالسيفايد، فيها كالسيوم عالي جدا، مينرالز عالية جدا. ليه؟ قالك اصل السطح الخارجي ده اول 30 مايكرون ده هو ده يعني اللي بياخد كل الضغط وكل الاكل وكل الشرب وكل الماستيكيشن، فانا عايز بس ازود فيها كالسيوم شوي، فمش فاضي بقى يكون في رودز وانتر رود سبستنس ورود شيث، ولا لا لا انا عايز يبقى كالسيوم كتير قوي. فنهاية الانامل او يعني يعتبر بقى الاوتر بارت بتاع الانامل اول 30 مايكرون دول كلهم ما فيهمش رودز، بنسميهم رودلس انامل. انامل، وعلى فكره كمان في نفس الفكره دي ناحيه الدنتينو انامل جانكشن برضو، هنا لونها برتقاني، فالبرتقاني ده والازرق في الحالتين هي رودلس انامل. لكن كلامنا دلوقتي على الاوتر بارت، هي فعلا هايبر كالسيفايد بنسميها رودلس انامل، ودي حوالي 30 مايكرون كسمك بالنسبه لنا. طب ليه ما فيهاش رودز؟ ليه شكلها عامل كده؟ اهو هنعرفها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي في اللايف هيستوري اوف الاميلوبلاست. طيب الحاجه الخامسه، كيس غلاف بيغلف الانامل اول ما يحصل ايربشن للسنه، الكيس ده او الغلاف ده بنسميه برايمري انامل كيوتيكل. ايه الكيس ده؟ قالك الكيس يا عم ده انا عايز احافظ على الانامل الغالي المهم بالنسبة لي، عايز اجديد كده شوية بروتكشن. فوالله اول ما السنة يحصل ايروبشن بيبقى كده فيه غلاف حواليها كده، ايه؟ مغطي الكراون، مغطي الانامل. الغلاف ده مجرد بس ما اكل واشرب واستخدم السنان ويحصل ماستيكيشن ويقعد كده كام يوم واغسل بالفرشة والمعجون، الغلاف ده خلاص بيبتدي ايه؟ يدوب حتة حتة لحد ما ينتهي. وفيما بعد هناخده بعدين بقى ان شاء الله هيتكون بقى حاجه اسمها سيكندري انامل كيوتيكل، لكن مبدئيا البرايمري انامل كيوتيكل ده غلاف غطي الانامل. طب هو مين اللي عمله؟ مين عمل الغلاف ده؟ قال لك اللي عمل الغلاف ده هي نفس الخليه اللي عملت انامل. طب فكرني يا دكتور معلش، هو مين اللي عمل الانامل؟ كانت خليه اسمها اميلوبلاست. الاميلوبلاست بتقعد تعمل انامل 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 وتخلص كل الانامل خالص. وانا عارف ان الاميلوبلاست مع الاستراتوم انترميديوم مع الاستيليت ريتيكولم مع الاوتر انامل ابيثيليوم، المجموعه دي كلها لما الانامل يبتدي خلاص يزيد ويخلص كل دول بيتفعصوا على بعض، بيبقى حاجه اسمها ريديوست انامل ابيثيليوم، وبعدين بيحصل لها ديجنريشن بيموتوا كلهم خلاص، ايه؟ بينتهوا. لكن يجي الاميلوبلاست بعد لما خلص الانامل فورميشن خلاص، وقبل ما يبقى ريديوست انامل ابيثيليوم ويموت ويحصل له ديجنريشن، بيفرز اخر افراز ليه، اخر سكريشن ليه، عباره عن كيس او لاير كده خفيفه خالص عامله زي السمغه كده شويه، بنسميها برايمري انامل كيوتيكل. ليه بيفرزها؟ ليه بيحمي الانامل؟ عايز يحميها من مين؟ قال لك عايز يحميها من الوحش اللي حوالين السنه، الدنتال ساك. الدنتال ساك دي عندها قدره ان هي ممكن تعمل ريزوربشن للانامل، وممكن تكون فوقيه سمنتم، ممكن تعمل مشاكل، فلازم كده في غلاف حاجه تحميها.
فالغلاف ده اللي بنسميه البرايمري انامل كيوتيكل، واللي بيفرزه الاميلو بلاست افتر كومبليت فورميشن اوف انامل ذا لاست برودكت، اخر برودكت او اخر انتاج للاميلو بلاست بنسميه برايمري انامل كيوتيكل، وده اخر حاجه هيعمل اميلو بلاست قبل ما يبقى ريديوست انامل ابيثيليوم وخلاص يحصل له ديجنريشن ويموت. دي كانت اسمها البرايمري انامل كيوتيكل. اخر بقى حاجه هشوفها على السطح الخارجي للانامل هو نوع من انواع السمنتم. سمنتم مغطي الانامل. الله، ده انا عارف ان الانامل موجود في الكراون بس والسمنتم موجود في الروت، ده احنا عارفين كده من زمان. قال لك اه، بس في ساعات يحصل ايه، ان السمنتم طماع يطمع ويخش يغطي على الانامل في السيرفايكال بورت ده. طب ليه، ايه اللي حصل كده؟ هنرجع لنفس الصوره تاني بتاعت الليت بيل ستيج دي. خلاص الاميلو بلاست بيعمل انامل والاودونتو بلاست بتعمل دنتين، وهنبدا هنا ايه روت فورميشن. عملنا الروت فورميشن وعندي اتفقنا الجزء ده اللي هو عباره عن خلايا الاميلو بلاست والستراتم والستليت والاوتر كلهم اتدعكوا كده على بعض واتفعصوا على بعض بقى اسمهم ريديوست انامل ابيثيليوم. طب الكراون خلص انامل ودنتين، هنبدا الروت فورميشن. انا كل الكلام ده كله كلام قديم، لكن بنقول عشان فيها هيحصل دلوقتي حاجه، ان هيبتدي هيتكون عندي دايفراجم وكده هيعمل هيرتويك، ابتدي يحصل اندكشن، هيكون دينتين في الروت كده، دنتال ساك يجي يقطع الهيرتويك ويكون سيمنت بلاست عشان يعمل سيمنتم، والموضوع يستمر لحد ما كل السنة ايه تنتهي خالص. اللي يحصل الاحيان نلاقي، نبص على الفيديو ده ونكمل مع بعض. ده الفيديو لتكوين الروت عشان نفتكر، عشان دلوقتي هيحصل المشكلة او الغلطة اللي بنقول عليها اللي ينتج عنها سمنتم على الكراون. انا كده ببص على الروت فورميشن كده في الجزء السيرفايكل ده زي ما اتفقنا، عندي ديافراجم والهيرتويك، وبعدين جزء بقى من الهيرتويك عند السيرفايكال بارت، جزء بتاع الهيرتويك ده بتاع السيرفايكال بارت لما يتقطع هيجي السمنتم يكون مكانه. مين اللي قطع، مين اللي بوظ؟ الدنتال ساك قطع الهيرتويك وحط مكانه خلايا تحولت الى سمنتو بلاست عشان يكون السمنتم بتاعه. وخلايا تانية علشان تعمل الفايبرز بتاعة البيريدونتال ليجمنت، وخلايا تالتة علشان تعمل البون. فالسمنتم والبيريدونتال ليجمنت والبون دي النورمال فورميشن. طب في بعض الأحيان بقى الكلام ده بيحصل طبيعي، لكن في بعض الأحيان الريديوست إنامل إبيثيليوم، ريديوست إنامل إبيثيليوم اللي موجود على الكراون يجي الدنتال ساك يقطعه هو كمان بالغلط، زي ما هجم على الهيرتويك وقطعه بيهجم على ريديوست انامل ابيثيليوم ويقطعه. طب لما قطعه هو حافظ زي ما عمل في الروت السمنتم، هيجي برضو خلايا تعمل على سطح الانامل مطرح ما قطع على الريديوست انامل ابيثيليوم بيعمل سمنتو بلاست ويعمل كمان سمنتم عنده. فزي ما عمل في الروت سمنتم هي كمان فوق الانامل هيعمل سمنتم كمان. طب هل هيكمل زي الروت ويعمل فايبرز ليجمنت وهيعمل بون؟ قال لك لا، مفيش بقى هنا سبيس، فمجرد بيعمل سمنتم بس، فسمنتم بدون فايبرز بدون بون يمسك فيه. فسموا السمنتم ده السمنتم اللي بدون فايبرز، سموها اي فيبريلر سمنتم، وده نوع من السمنتم بيغطي على الانامل موجود في الكراون كمان. ممكن يبان في الاورال كافيتي، اه ممكن يبان عادي حسب بقى الجينج في اخبارها ايه، لكن هي سمنتم مغطيه على الانامل. والكلام ده برضه هناخده بالتفصيل تاني اكتر مع كل انواع السمنتم في تشابتر اسمه سمنتم بحاله. فبالتالي بقى عندي نوع زي الصوره دي، الحته دي من الصوره الصغيره دي، الحته السيرفايكل دي انا ببص عليها اهو، ادي الروت متغطي بسمنتم وادي الانامل متغطي
الكراون متغطي بالإنامل، وفي جزء من السمنتم اهو overlapping مغطي على الإنامل. ازاي حصل كده الاي فيبريلر سمنتم ده؟ نتيجة ان reduced enamel epithelium حصل له degeneration قبل الإرابشن، قبل ما يحصل إرابشن دي اتقطعت، فبقى دنتال ساك موجود يهجم عليها ويكون سمنتم لكن بدون فايبرز، بنسميها اي فيبريلر سمنتم. ودي على فكرة نسبة كبيرة من الحاجات. طيب يبقى خلاصة السيرفس ستراكشرز اوف انامل اللي فات ده كله، هنختصره في دقيقة ونص علشان نفتكر كل الكلام. اول حاجة عندي شوية خطوط بتلف كده حوالين السنة كلها بارل لبعضها، وبين في كل السنة معادة الانسايزل ومعادة الاوكلوزل حاجة اسمها بيري كايماتا. وقلنا البيري كايماتا دي عبارة عن external manifestations of incremental lines of radius، ده الاثر الخارجي للراديوس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين depressions او شوية كده concavities بنسميها نهايات الانامل رود، الرود ends، واتفقنا دي علشان تبان لازم يحصل شوية attrition للسطح الخارجي للانامل عشان هي تبتدي ايه تبان. cracks، ايه cracks دي؟ يعني في شرخ، شايفه الشرخ ده هنسميه كراك، او هو نتيجة اللاميلا تايب بي او سي. رابع حاجة، حاجة اسمها outer structureless enamel او outer rodless enamel او outer prismless enamel، كل دي نفس المعنى. اول 30 مايكرون خارجيا من الانامل مفهوش رودز خالص، مفهوش رودز، عبارة عن حتة كده هايبر كالسيفايد. عشان كده قلت لما الرود انز اشوفها لازم يحصل اتريشن. اتريشن لمين؟ تاكل للجزئيه دي. لما الجزئيه الرودلس انامل ده يحصل له اتريشن هيبتدي بقى يبان الرودز تحتيها، عشان كده كنا بنقول دي رود انز ما تبانش غير بعد اتريشن. الحاجه الخامسه عباره عن كيس مؤقت موجود حوالين السنان، غلاف بيحميه، حاجه بنسميها البرايمري انامل كيوتيكل، ودي اللي بيفرزها او اللي بيعملها الاميلوبلاست، ودي اخر حاجه بيكونها الاميلوبلاست قبل ما يبقى ريديوست انامل ايبيثيليوم ويموت. طب ايه هدف البرايمري انامل كوتيكل دي او ايه الفانكشن بتاعتها؟ والله الفانكشن بتاعتها حمايه الانامل من الشر بتاع الدنتال ساك. ليه؟ اصل ساعات الدنتال ساك تهجم على الانامل تقطع ريديوست انامل ايبيثيليوم وتحط سمنتم عليه، سمنتم بس بدون فايبرز، بنسميها ايه؟ الاي فيبريلر سمنتم. دي كانت الفيديو ده سبناه للسيرفس ستراكشرز اوف انامل، لكن هنقول لكم ان المحاضره الجايه هنتكلم عن حاجه اسمها اللايف هيستوري او اللايف سايكل اوف اميلوبلاست، ودي في فيديو لوحده الجزء الرابع والاخير من الانامل بتاعنا. شكرا لكم.